هو الاهلي بس اللي هيلعب السنه الجايه؟ يعني الناس من دلوقتي، وعشان كده خدوا بالكم من ضرب استقرار الفرقه ومن اثاره المشاكل بين اللعيبه. شايفين كل موقع او كل جران قال ايه؟ في ستة هيمشوا وبفرمان، مع انه الموسم شغال والموسم بعد المنتصف بشويه ولسه في مشوار في افريقيا ومحدش عارف الدنيا ماشيه ازاي، لكن تحدد ان ست لعيبه خلاص خدوا الكارت الاحمر من الاهلي، مره فايلر هيفرض موقفه ومره فايلر هيتم تجاهل رغباته، وكلام عكس بعضه.